دلوقتي جولة في بلاط صاحبة الجلالة، بنستعرض أهم العناوين والمنشطات الصحفية الصادرة في صحف القاهرة صباح اليوم. نبدأ من جريدة الجمهورية والمنشط الرئيسي مصر جريدة الأهرام. مصر حريصة على سلامة واستقرار لبنان، والسيسي تجنيب بيروت مخاطر صراعات المنطقة والحفاظ على التوازن الداخلي. يمكن تفاصيل الخبر بتقول: أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان وتجنيب مخاطر الصراعات في المنطقة وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه. خلونا نعرف أكثر عن تفاصيل هذا الخبر مع الأستاذ خالد العسوي الكاتب الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، معنا على الهاتف. صباح الخير يا أستاذ خالد. صباح الخير عليك وعلى كل المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا. أهلا بيك. التصريح اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده في جريدة الأهرام: تجنيب بيروت مخاطر صراعات المنطقة والحفاظ على التوازن الداخلي. بالتأكيد التوتر اللي بتشهده لبنان والتصعيد الإسرائيلي للضغط على لبنان، كيف ترى هذا الصراع وأيضا تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ وبالتأكيد نلقي ضوء على الدور المصري بشكل عام في تهدئة الصراعات في المنطقة. يعني بالتأكيد زيارة جريدة بلاط تواكبت مع الأحداث التي تشهدها الدولة اللبنانية والساحة اللبنانية والحدود مع الاستقرار الإسرائيلي، والفترة الأخيرة تشهدت حالة من عدم الاستقرار بعد أكثر من 12 عام من حالة الصمت المناطق في هذه الحدود، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي صعب يعني بعد أن قام حزب الله بعمليات ربما كانت بشكل أو بآخر تهدد أمن المنطقة وليست الأمن فقط في إسرائيل، وكان الرد من جانب الاحتلال الإسرائيلي ب يعني 40 قذيفة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ومجاري الشبع وغير ذلك من المناطق. كان هنا الزيارة التي قام فيها وزير الانضباط إلى القاهرة، وكيف كان الاستقبال للرئيس عبد الفتاح السيسي للاطلاع على مجريات الأحداث والأمور وإعطاء الرأي المصري الدائم والمستمر في إطار تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعامل على ضرورة تجنب التصعيد خلال هذه الفترة، وخصوصا أن هناك أزمات مطروحة على الساحة العربية، ربما العالم العربي في منأى عن هذه الأحداث الأخيرة في لبنان، وخصوصا مع ارتفاع أيضا وتيرة العنف من جانب الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في عدد من مناطق الضفة الغربية، وحرص الإسرائيل دائما وأبدا على استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة ومنطقة يعني من بلاد الشام بأكثر تفصيليا، وأيضا تواكب ذلك مع يعني أحداث حالة الاستقرارات التي يقوم بها الجيش السوري في بعض المناطق في سوريا واستقطاب هذه المناطق من الجماعات الإرهابية. كل هذه الأمور كانت محور النقاشات والحوارات والحوار الذي تم بين ويلزم بلاط والرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي نهاية الحوار الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى ويلزم بلاط حرص مصر على سلامة واستقرار لبنان كأساس من أسس الدولة المصرية و رؤية مصرية دائما وأبدا ما تكون مطروحة على الساحة الدولية والعربية، لأن مزيد من العنف ومزيد من عدم الاستقرار في المنطقة سيولد أيضا صراعات جديدة ويؤدي إلى إرهاب جديد سواء على الساحة اللبنانية أو السورية أو حتى الساحة الفلسطينية. وبالتالي أعتقد أن الزيارة جاءت في توقيت هام للغاية والمباحثات جاءت في توقيت هام للغاية، وأعتقد أن الرئيس الفتاح السيسي يعني خلال مناقشاته ومباحثاته مع وزير الخارجية كان حريصا كل الحرص على ضروره ان تتجنب لبنان يعني هذه الازمات وهذه الصراعات وهذه التصاعدات في ظل ما تعانيه ايضا لبنان من حاله اقتصاديه غير مستقره ووجود وحكومه جديده بقياده الحريري. اعتقد ان ايضا مباحثات الرئيس عبد الفتاح ركزت على ضروره ان تكون حدود الجيش اللبناني فقط هي صاحبه الاستقرار وصاحبه الراي في الرد على اي عدوان اسرائيلي دون تدخلات من بعض الحركات سواء حزب الله او غير ذلك من جماعه من الحركات المسلحه الموجوده داخل لبنان. نعم، نشكرك. شكرا جزيلا استاذ خالد العسوي الكاتب الصحفي بوكاله انباء الشرق الاوسط، شكرا جزيلا لحضرتك. وخلونا نكمل جولتنا ونروح لجريده الجمهورية من الصفحة الثالثة. بعد 5 سنوات من الحصول على أكبر عائد، إقبال كبير بالبنوك لاسترداد قيمة شهادات قناة السويس الجديدة.
المودعون، نثق في قيادتنا السياسية وكلنا جنود لبناء الوطن. كان تفاصيل الخبر بتقول يا محمد شهدت فروع البنوك الأربعة المصدرة لشهادات قناة السويس زي البنك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس إقبال كبير أمس، وده في اليوم الأول من استرداد قيمة هذه الشهادات التي تم إصدارها في 4 سبتمبر 2014، وده كان بمناسبة حفر قناة السويس الجديدة بلغت قيمتها 64 مليون جنيه، ساهم فيها 1.1 مليون مواطن. وأقبل المودعون على استبدال شهادات قناة السويس بأوعية ادخارية أخرى طرحتها البنوك تحت اسم شهادة الحصاد، وأعرب المودعون عن سعادتهم بالمساهمة اللي قاموا بيها أثناء حفر قناة السويس الجديدة مساندتهم لمعركة التنمية والبناء، وقالوا أنه سيتم إعادة استثمار هذه الأموال في شهادات ادخارية أخرى، وأكدوا أن العائد مجزي وهو الأفضل في الوقت الحالي. طيب هنكمل من مصر اليوم ومن الصفحة الأولى خبر أيضا له علاقة بالاقتصاد، تراجع جديد للدولار أمام الجنيه 7 قروش انخفاض، هدوء في أول أيام رد قيمة شهادات قناة السويس بالبنوك. تفاصيل الخبر سريعا، شهدت أسعار الدولار تراجع جديد أمام الجنيه بشكل جماعي في غالبية البنوك العاملة في السوق المحلية أمس، إذ انخفض سعر شراء الدولار ل 16 جنيه و43 قرش في عدد من البنوك مقابل 16 جنيه ونص من أيام بانخفاض 7 قروش، فيما بلغ سعر البيع في عدد كبير من البنوك 16 جنيه و54 قرش مقابل 16 جنيه و60 قرش، وده أرجعه رؤساء بنوك ومصرفيون إلى زيادة التدفقات من العملة الأمريكية في الجهاز المصرفي نتيجة نشاط آلية الانتر بانك الخاصة بشراء وبيع الدولار بين البنوك ودخول الأجانب في سوق أذون الخزانة. نروح لجريدة الأخبار ونقرأ منها مدبولي برنامج لاستبدال التوك توك بسيارات آمنة ومرخصة. لكن وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال سيارات آمنة ومرخصة بدلا من التوك توك زي الميني فان واللي بتعمل بالغاز الطبيعي، وعلى أن تتبنى وزارة المالية والجهات المعنية تنفيذ هذا البرنامج مثلما تم سابقا في استبدال سيارات التاكسي القديمة ليحل محلها التاكسي الأبيض. طيب تفاصيل أكتر برضو هنستعرضها مع الأستاذ هاني عمارة الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام والمتخصص في شؤون النقل. صباح الخير يا أستاذ هاني. أهلا، صباح الخير عليك بقى المشاهد. أهلا بيك. هذا الخبر أستاذ هاني اللي رشرته جريدة الأخبار استبدال التوك توك بسيارات آمنة ومرخصة، يمكن التوك توك من وسائل المواصلات اللي يمكن سهلت على ناس كتير ولكن سببت مشاكل أيضا نتيجة العشوائية سرها وان هي ما كانتش وسيله منظمه لحد كبير. حضرتك شايف الخبر ده ازاي؟ ان فكره استبدال التوك توك بسيارات اخرى امنه ومرخصه. الحقيقه خبر ايجابي جدا وقرار يعني يحسب للحكومه، قرار تاخر كثيرا لان يعني الحقيقه وسيله غير منظمه وغير حضاريه بالمره. هذا القرار يعني ينهي هذه الامبراطوريه العشوائيه. اللي هي امبراطورية في الحياة شكل غير يعني منظم. أضف إلى ذلك هو يعني كم من الجرائم ارتكمت يعني باسم توك توك، أضف إلى أنه هو وسيلة غير منظمة غير رسمية، ما حدش عارف يعني لغاية الآن ما فيش إحصائية يعني دقيقة حول عدد التكاتك في مصر، لأن هو مش مرخص، ما فيش لا فيه لا ليه بيانات في الكور ولا ليه معلومات ولا ليه ملفات. بالتالي طب ليه ما يتمش تنظيمها استاذ هاني بدل من استبدالها؟ يعني كل مركبات التوك توك اللي موجوده في مصر دي هيكون مصيرها ايه لما يتم استبدالها؟ ليه ما تمش تنظيم هذه الوسيله من البدايه او دلوقتي حتى على الاقل يعني يتم استدراك الموقف ويتم ترخيصها وتنظيمها في مواقف محدده وخط سير محدد؟ لأن في أماكن بيصعب فيها دخول الميني فان، يعني في مناطق العشوائية أو الحارات الضيقة يعني هيبقى صعب فيها. يدخل فيها العربيات، هيبقى التوك توك أسهل بكتير. ده سؤال مهم جدا، لأن هو الحقيقة برضو أعتقد أن هو لا يمكن إحلال يعني لأن
التوك توك يقال يعني الأرقام المبدئية عن أعداد التوك توك في مصر تقترب من المليون معد. الحقيقة يعني تخيل أن هذا الرقم يمكن استبداله بعربيات فانحاء فيه يعني في تقديري يعني الحقيقة شايف أن فيه صعوبة كبيرة جدا يعني. يعني إذن مشروع برضو العربيات فان لا لا لن يقضي أو لن ينهي هذه الإمبراطورية. إذن هي المسألة الحقيقة تبدأ أولا بإجراء حصر حقيقي للتوك توك. يعني إذا يكون فيه ملفات فيه زي حضرتك أشرت كده يكون فيه يعني حتى الموتوسيكلات ومنع استيراده ودخوله كمان للبلاد. أنا كنت هكمل الحقيقة يعني لازم فيه موتوسيكلات الموجودة. الموتوسيكلات دلوقتي لها عدد ولها رخصة ولها ملف في كل المرور. زي أن هذا المعدة ملهاش أي إجراء قانوني أو ملفات معلوماتية أو بيانات خاصة بأصحابها وبأرقامها وبتفاصيلها. ده جزء لازم يتم الآن لأنه أنت هتستبدل إيه بإيه. لازم أنت تستبدل حاجة يعني لأن أنت هتبدأ بالقاهرة ولا بالأقاليم ولا بالريف ولا بالمناطق العشوائية. التوك توك منتشر في الجمهورية كلها فمنتشر فلازم يكون الأول في قاعدة بيانات لهذه المعدات علشان تستبدلها. لأن أنت لازم تعامل مع كيان رسمي بكيان رسمي آخر أو بمعدة رسمية مع معدة رسمية. الجزء الثاني زي ما زميلة أشارت لغاية الآن هم صحيح الحكومة خدت قرار بمنع استيراد التوك توك كمعدة لكن الآن مسموح باستيراد المكونات. وهو اللي بيحصل دلوقتي إن الناس بتستورد المكونات أو تركبها وتجمعها في مصر وتعيد تجمعها تاني ويشتغل. الحقيقة حلقة جهنمية. لازم الأول يتم كسر هذه الحلقة وبعدين الحكومة تبدأ تبص لمسألة الاستبدال بسيارات. هو كسرها ازاي يا استاذ هاني؟ هل بوضع قانون منظم ولا يعني ازاي هنكسر الدايره دي؟ حضرتك شايفها ازاي؟ الحقيقه لازم يبقى في يعني في تشريع بقى لازم. لان الحقيقه يعني انت هتبدا يعني ما حدش عارف التوك توك ده باسم مين اصلا. طب انت هتتعامل ازاي يعني بياناته ده هي كلها عشوائيات وحد اي حد يركب التوك توك ده ما ولا فيه مرور ولا فيه رخص ولا فيه يعني ما فيش اي بيانات رسميه تتعامل معاها. الحقيقه هو ظاهره الحقيقه ظاهره مسيئه جدا للمجتمع المصري بشكل عام. يعني انا 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 مع انتهاء هذه الظاهره ولكن باي كيفيه يتم انهاء يعني هذا المظهر العشوائي في مصر. صحيح. بنتمنى ان هي تنتهي هذه الازمه بالفعل او يتم تنظيمها على أقل تقدير. بنشكرك منها شكرا جزيلا الأستاذ هاني عمارة الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام والمتخصص في شؤون النقل. شكرا جزيلا ليك. نرجع تاني لجريدة الأهرام. 250 مليون جنيه للمرحلة الأولى بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات. ومن جريدة الأخبار سريعا أيضا وأخيرا في ختام الدورة السادسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة توقيع بروتوكول ومذكرة تفاهم وعقود تجارية لتعزيز التعاون والاستثمار. وبالخبر ده مشاهدين الكرام نكون وصلنا لنهاية جولتنا الصحفية في هذا الصباح. يتبقى في حلقتنا الحوارات ولكن بعد متابعة الأهم وآخر الأنباء وموجز الأنباء. موجز الأنباء مع أيمن السيد.